هاي ايفريوان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده على قناتنا على اليوتيوب وي ار الشريف. بكره العيد ان شاء الله، عيدكم مبروك. كل سنه ان شاء الله عيدكم مبروك. طلعوا والعيد مبروك. كل سنه وانتم طيبين، وكل الناس اللي بتحبوهم وكل الاسر اللي بتشوفنا، كل المسلمين يا رب طيبين. احنا اسفين اتاخرنا عليكم كتير، بس انا السبب بصراحه انا كنت مسافر ولسه راجع. يا ترى موضوع حلقتنا ايه النهارده؟ اليوم موضوع حلقتنا كما شفتوا في العنوان، باش نعملوا بكم جوله في دارنا الجديده. الناس اللي تتبع فينا على انستغرام تعرف اللي نحنا بدلنا الدار، نقلنا لدار اكبر اوسع واحلى. قلنا نحنا يعني ديجا من عنا برشا من اللي حابين نعمل لكم الفيديو هذا، اما فما حاجات وصلتنا اثاث، فما حاجات ما وصلتنيش. قلنا كان باش نقعدوا نستناو، وكل مانيش باش نجموا نعملوا فيديو نوخروا برشا. دونك قلنا نعملوا لكم توا الفيديو باللي موجود، ومن بعد ان شاء الله بروشينمون ان شاء الله اول ما تكمل الدار نعملوا جوله، نعملوا واحد ثاني ان شاء الله فيديو ثاني. حاجه اخرى زاده باش نعملوها اليوم ان شاء الله، بيسك غدوه العيد ان شاء الله، باش نمشيو نحجموا نزيدوا الشعر لاول مره. عندي اول مره صحيح زي ما حلقش خالص، اما تو لازمنا نزبوا في ساعه قبل ما يسكر ديجا الحجام، نعملوا بكم جوله في الدار. حاضرين؟ واحد اثنين ثلاثه. مرحبا بكم في دارنا الجديده. الوغ نحن تو في المدخل، يجيو معنا تا 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 قولوا تا 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 قولوا مرحبا. هذه الصاله كما قاعدين تشوفوا، هذه نورمالمون تجي صاله اون ال هكايا، ما مازلت ما وصلتنيش. هي ديجا تعرفوها اليوماني من ديما اللي تلقى مازلنا لقدينا زاده. فوالا، ودي صورة حماية. هذه تصوير بابا. شبه لينا، شو قد الشبه؟ أبودي. دونك فوالا، وعندنا من هوني الكوجينة اللي هي المطبخ. المطبخ وي. هذا كل ما كانش فما الفرجيدير شريناها جديدة، الماشينة لافي جديدة، الفور جديد. كي دخلنا نلقاكمش معناها لي زيليمون تاع الكوجينة تاعو، أما الكل نتاعنا، الماشينة كافي نتاعنا، الماشينة هذيكا نتاعنا. دونك فوالا، زاد حاجة أخرى الكهرباج من هذا ما كانش موجود، عملناه مؤخرا. نازينو شنا الفريغو والفوخ والماشينة ألافي. بونجور. Oui, si, s'il vous plaît. Ça, c'est la machine. D'accord, oui. On enlève le carton ou pas, madame? Non, ça va, ça, ça va, merci. وصلوا لنا الماشينة لافي. طب شو مشينا هم نحيها، نحي الكرتون منها ونشوف كيفاش نحطها. نزيد قاعدة نستنى نضمن هون يمشعلوا لي ليفريزون نتاع الفور ومتاع الفريجيدير. هاني نستنى فيهم. توصل متاع الفريجيدير والفور نورمالمون هايكا.
فوالا فوالا بون فور والفريجيدير وصلوا. يس سي بون الفريجيدير وصلت. يس ما شاء الله سي جولي مامون سي جولي وي. وهذا الفور مازلنا باش نركبوه باش نحطوه الغاديكا باش يركب دونك فوالا فوالا ما شاء الله. كوكو زينوشو زينوني مين حبيب بابا؟ مين حبيب بابا؟ عشان عشان اخذنا منه خلاص ان هو ما يطلعش كل حاجه من المطبخ. طوي كان نمشيو ل شو اسمها هي؟ اوضه السفره. اوضه السفره ايوه حبيت نلقاها بالدوس نسيتها بيت الفطور فوالا هاي نجي ونهار نسيت الفطور. كيفاش انا حبيت نختار ان ستيل مينيماليست بحاجه يعني هاديه وسوفت هكا وحتى الالوان اختارت الوان تكون يعني طوندونس اون بلوس ما تمسختش برشا خاطر عندنا زوز صغار دونك كيما تعرفوا دونك فوالا هذا كرسي الزينوش هذاك الكرسي نتاعنا ديجا تعرفوا من الدار الاخرى اللي فوت السفره في مرايه كبيره احسن حاجه هي المرايه احسن حاجه هي بالحق المرايه في الدار هذايا اول ما دخلنا لقيت المرايه فرحت مش نورمال جيت اول حاجه عملت صور درك فعلا دي حاجه يعني فعلا جزء مهم قوي في الشقه بالذات لاميمه والتصوير والاولاد حتى احنا كنا جت فكره يعني ممكن نعمله حاجه هنا كديكور وبتاع وبعد كده قلنا لا نسيبها كده احسن من المرايه متسابه لوحدها دي احلى ديكور وي وما قلنا لهمش البارتي هذيك شنو باش نعملوا فيها زي تعالوا هنا عندنا كيسها بالضبط اما من غير المرايه من غير مرايه هنا بلاكار ولا يعني كيما مساحه واسعه يعني مساحه واسعه على الاخر قلنا نستغلها كيف نفكر نعمل فيها دولاب بجد يشيل حاجات كثيره موجوده عندنا تو باش ندخلوا من الباب هذاك اللي غادي نشوفوا فيه للدار من الداخل وين فما بيتنا نحنا وبيت الصغار والتواليت والدوش بسم الله من هوني اول حاجه فما على يجينا اللي صار فما التواليت هي يعني تواليت ما فيش حاجه سبيسيال اجا وراهم استنى ان شاء الله الضوء هالي ميلو شاي يجا 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 وده دلوقتي الدوش معاكم انا غيرت دلوقتي انا بفرجكم تعالوا نيجي للنور هذا الدوش نتاعنا شوفوا محلاه الالوان محلاها دوش صغرون ومحلاه وهذا مرايا فوالا ودلوقتي نشوفوا اوضه النوم هذه بيتنا نحن وي هذه نتاع ماما وبابا طبعا ماما سي بس لسه اخذ وقت طويل يمكن بقاله دلوقتي شهر ولسه قدامه يمكن نص شهر كمان عبال ما يجي فاحنا قلنا بدل ما نتاخر بعد ما يجي ان شاء الله وتكمل بقيه الحاجه باذن الله هنعمل لكم جوله ثانيه في البيت بعد ما يكون يتفرش كله بس احنا قلنا ما نتاخرش عليكم اكتر من كده والمفاجأة هوني نوريهم المفاجأة اللي هذا من الشباك هوني شنو نلقاو هوني فما ليكول نتاع ميلا شوفوا قداش قريب ليكول نتاع ميلا مدرسة ميلا مدرسة ميلا نو ماما نو شيري نو شيري شو معناتها ديجا كي بداو يلعبوا الصغار في الكور الغاديكا نحنا نبداو نشوفوا فيهم فريمون حاجه مفرحتني على الاخر على الاخر شو هوني المنظر محلاه جنين فما برشا جنين هوني
وهوني فما ديجا دريسينغ انتغري ديجا من عندهم هما يعني حاضر. كوكو دلوقتي هنشوفوا البيت بتاع ميلوش وزينوش بيتهم بيت الصغار. مرحبا بكم. ده برضه الشباك بيطل على مدرسة ميلا. قداش قريبة المدرسة؟ قريبة بابا في الشباك تشاور الميلا. بالضبط. وده سرير زين لسه ما ركبناهوش. ودي الأوضة هناك هيبقى سرير زين. وذاك الفرش متاع ميلوش لسه جديد. هابي بيرثداي. هذا فرش متاع ميلوش مازال كيوصل لنا جديد. ما عندوش فرش يمكن نهارين ولا قادش بالضبط بقالو يومين ثلاثة. هوني باش يبدا فما فرش متاع زينوش ان شاء الله. ميلا الشيخة عليه الفرش عجبها على الاخر. هوني زاد نستنى في الدريسينغ نتاعهم باش نحطوهولهم، نحطولهم فيهم حوايجهم وكل. دونك فوالا فوالا هذه هي دارنا، ان شاء الله تكون عجبتكم يا رب. ولسه كمان حتكمل ببيت الحياه اللي احنا كوماندناها ولسه ما وصلتش، واول ما حتوصل حتشوفوها مره ثانيه. يا رب زي ما قالت يكون الدار عجبتكم ويكون اختياراتنا للعفش عجبتكم. ولما تكمل برضه هتشوفوا هي بصراحه معظم اللمسات لمسات أميمة اكتر، لان انتوا عارفين البيت دايما مملكه الست. ادونا رايكم لو البيت ممكن في حاجات احنا نسيناها او في لمسات اكتر، ادونا انتوا برضه رايكم. طيب باش نمشيو نعملوا الحلاقه نتاع زينوش. لازم نزربو، لازم نزربو كان ديجا ان شاء الله نلقاو فارغ. كان لقينا فارغ لان انتوا عارفين غدوه العيد حتلاقي الدنيا زحمه والوقت خلاص قرب قبل الفطار. برافو ميلوش. Hello guys. Up. هذه هي المرايه نتاعنا الثانيه. مدخل العماره نتاعنا. وهذا كما قلنا لكم ليكول نتاع ميلا شوف قداش قريب ريتو. متى نخرجوا من هوني نحلوا الباب نلقاو ليكول نتاع ميلوش. ومن الناحيه الثانيه المخرج على الشارع. زينونو ميلو كوكو ماما كوكو شيري قول هاي ايفريوان. زين زين زينوش. زينوش دلوقتي بيحرق ومطلع عينه طبعا مشنحة بالعياط، عم بيعيط كتير ولازم المهم تقعد معاه عشان متبقاش شايلاه وهو بيحلق، غير كده مش هينفع خالص. زينوشو ما حبيب اطفال. نو 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 حبيب اطفال، نو يا بابا. كويس زين بدا يهدى على الاغنيه بتاعته بحبها في الكوميك.
فرحان بالحلاء بتاعته، مش عارف انتوا كاش شايفين ولا لا، اهو دي بحلاقه زين. اقدر اقول لكم دلوقتي شهيه طيبه، وكل سنه وانتوا طيبين، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله بكره في العيد باذن الله، هنعمله فيديو جديد. وطبعا اميمه انتم متعودين تبقى معايا في الختام، بس اميمه طلعت تجري عشان تروح تعمل فطار، ان ضاع وقت كتير النهارده. اوريها لكم هناك اهي بيبي. هلو يلا اقول لكم باي باي، وبكره ان شاء الله معانا في فيديو جديد باذن الله.